خليني أدور عليهم. انتوا سرقتوا لي الذهبات يا حرامية. ميدو شوفي ميدو قوم بسرعة يا شوفي. الله اسمع ركز معي شوفي. في شغلة لازم تعرفها هلأ خبرني شوفي رعبتني ضروري لازم تعرفها. تعرف شو؟ شو؟ تعرف شو؟ لك شو؟ لك جمال خطفة لك. يا الله يا بالي مصدق اللي صار. أعطيك دليل؟ أعطيني دليل. هدي شوف لي إياه. ونهار العمل نملك الخيار وخيارنا الأمل. مين؟ يلا جيت. مين عم بدق؟ مين جايب هالوقت؟ شخص الغريب؟ يا حرامية يا سراقة وين ذهباتي؟ احكي ذهبات شو؟ ذهباتي اللي معك. أنا شو دخلني؟ ما معي شيء أنا. ما تخليني ورجيكي وجهي الثاني. أنت لسه ما بتعرفيني. لا. يا الله بتعرفي معلش أحكي تليفون؟ لا يا الله ليش عم تاخذها؟ ما حدا رح ينقذك من بين إيدي. طيب ما في غيري بالبيت أنا هون بس. أنا رح رجع ذهباتي بطريقتي. رجعي تليفوني عم قلها. وقفي ما تحكي ولا كلمة. لك شو عم تعمل؟ لك ليه عم تكلمشني؟ لك أنا ما سرقت شيء. سكتي. اتركني. مشي قدامي لشوف. لك شو عم تعمل؟ لك ما حدا. سكتي بقى. انت لازم تتعاقبي. لك شو بدك؟ لك يا الله. عادي هون. لك شو بدك؟ شو بدك؟ بدي ذهباتي اللي اخذتيهم. يعني لو انا اخذتهم كنت حكيت بس انا ما اخذتهم. كذابه. بعد عني. شو بدك مني؟ طيب خليني ادق لميدو يجي يساعدني. ما حدا رح يقدر يساعدك. انتوا اخذتوا الذهبات مني ولازم ترجعوهم. فكني وشوف كيف رح اعمل فيك. ايه يلا انا رايح اخطف غيرك. باي. لك مين بدك؟ ليش خطفتني؟ مين بدك تخطف كمان؟ يا والله. لك كأنه الجو اليوم حلو. ايه والله يا هاكي واكي حلو. والله خرج الواحد انه ينزل يسبح هلا. ايه والله يا جاري معك حق. جا عبالي اسبح. اهم شيء انه اليوم هدوء وما في مشاكل. بدكم تسبحوا؟ إيه انا اللي رح خليكم تسبحوا اليوم. تعوا لهون. لك اخ شو صار لك؟ لك شو بك؟ شيل ايدك عن راسي. لسه لك كنت عم قول ما في مشاكل. ما طلعت لنا انت. ما انتوا اصل المشاكل والمصايب يا حراميه يا سرائين. هلا بدكم تقولوا لي وين ذهباتي اللي سرقتوهم مني؟ مو انا هذا هكي وكي اللي سرق. لك ليه عم تكذب؟ ما تصدقوا. والله انا ما سرقت شيء. نزلوا لعندي انتوا الاثنين لشوف. يلا وقفوا قدامي. بعدين حسابك يا جاري يا جبان. عم تقول عني حرامي وانا ماني سارق شيء؟ ايه كل عمرك شرير وحرامي وواطي. هلا صدق تزعل. حاج حكي انت وياه. تعال هون وقف مثله. تعال يلا خلصني. لك يلا جيت. مانك شايف في حجر؟ هلا وقعتوا بين ايدي يا اشرار. قولوا لي مين سرق ذهباتي بسرعه. طيب روح خلينا نتفاهم. انت جاي عم تتهمنا ونحن ما بدنا عاملين شيء. انت ليك عم تعمل معنا؟ بس بدي افهم. كلامك درر يا هكي واكي درر. ده يلا قوموا وافتلوا وامشوا قدامي بسرعه بدون ولا كلمه. ليه شو بدك تعمل يعني؟ اسكت. اعطيني ايدك يا هكي واكي. يلا لكي شو بك؟ ليه عم بتكلبشني؟ يلا يا جاري مشان تتهاضم مره ثانيه. اعطيني ايدك. الله يسامحك يا معلم الشخص الغريب. والله انا بحبك وبحترمك بس انا ما بعرف ليش هيك عم تتصرف معنا. حياتي ما شفت حدا جبان مثلك. رح تبس له اجره قصه شوي. يخرب بيتك من حولك. عاش تحكي يا هكي واكي. امشوا قدامي بسرعه. امشوا. وين نمشي يعني؟ صار كله مي. ايه انا بدي اياكم تنزلوا على المي وتقعدوا تحت البحر لحتى تتعلموا مره تانية ما تسرقوا حدا. انت ليش ما عم بتصدق انه نحن ما سرقنا شيء؟ ليش؟ حطوا لي ظهركم على ظهر بعض وقعدوا بسرعه بدون حكي. هيك انا بستمتع وانا عم شوفكم عم تتعذبوا يا اشرار ويا حراميه. معلم شخص الغريب لك والله نحن ما سرقنا شيء. لك ليش ما عم بتصدقنا؟ صحي جاري كلب بس والله كلامه مزبوط. نحن ما سرقنا شيء. طيب خلينا نشرح لك نحكي لك على الاقل. ما حدا غيركم بيعمل هالعمل الوسخه وبيسرق لي ذهباتي اللي صار لي سنين عم جمعه. والله مني وعلي لو بعرف مكانه كنت سرقتهم. بس ما بعرف عن شو عم تحكي ولا بعرف اي ذهبات. يعني بدك صراحه اكثر من هيك؟ لك سكوت يا غبي سكوت. شو عم تحكي انت؟ انا ماني مصدق كلامكم كلياته لانه انتو حراميه وكل عمركم اشرار وحراميه. يلا باي. انا رايح ادور
على ذهباتي، وانتو خليكن هون بنص البحر وما حدا رح ينقذكن طول ما انا موجود. ذهباتي اليوم رح ترجع، يعني رح ترجع وما رح استسلم. يا الله طلع كلامك مزبوط وطلعت عن جد. انت انسان صادق. لك صدقني. بس انت طول عمرك صادق. طبعا انا مش عارف بدي حل، بدي حل يا ميدو. الحالي لقلك لازم نروح هلأ. تعرف وين؟ لوين اللي؟ على البحر، لأنه هنيك صارت العملية كلها وأرجتك أنا إياها هلأ من شوي. بس دقيقة شوي، الفيديو الثاني مش الفيديو الأول. احنا وصلنا، وأكبر دليل على هذا الشيء هي العلامة أنا شفتها بالفيديو. كرمال هيك قدرت أوصل لهون. أنا عندي فكرة. شو رأيك إنك نروح هلأ نأنقذ هاكي وكي وجيري لحتى يدلونا وين هي جنى؟ لازم بسرعة. يلا يا بودي انزل. بودي شو الحل الامثل لهذا الشيء؟ الحل الامثل يا ميدو إيه؟ انه نحن لازم ننزل هون لحتى نشوف البحر، لحتى نبحبش تخ. يا الله ميدو شو صار لك؟ شو احكي ميدو؟ ميدو شو صار لك؟ شو هالدخن الحرقة الزرقاء البنية اللي طلع من تمك؟ يا الله اعطيني ايدك بسرعه. قوم 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 وقف. قوم 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 وقف. كفو. اسمع هذا الشخ، اوعك تندار لوراك. شو في؟ اوعك تندار لورا. ايش في؟ اوعك تتحرك ولا خطوه لورا. ايش في؟ لاني في اشي كتير خطير وراك يا بودي. رح اعمل حالي انه انا مش شايفه. امشي لورا شوي شوي. مشيت كمان خطوتين. ايوه. قول بسم الله مرتين. بسم الله مرتين. لا لا لازم اقول بسم الله مرتين. بسم الله مرتين. لك لا يا ميدا شو اقول بالزبط؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبركض وبهرب لاني الشخص الغريب ورا. لحظة لحظة، بسم الله كمان واحدة عشان السنة، لأنه ثلاثة. هات لي أشوف. يا الله اهرب اهرب يا بودي، اهرب يا بودي. بودي اوعى تخليه يخطفك. بودي اوعى تخليه يخطفك. يا اخوان الشخص الغريب انقض على بودي وربطه كمان. أنا متخبي ورا هي الصخرات وخايف كتير، مالي قادر أعرف شو لازم أعمل. اقعد هون وما تتحرك، انتو كلياتكم السبب. يا ميدو تحسدني، وين رحت؟ تركني لحالي؟ خانك رفيقك. خانني ميدو. ميدو الخائن. ميدو يا خاين. انا مش خاين، انا عم لاقي طريقه حتى ساعدك. كذاب. ان شاء الله بتصير كلب اذا عم بكذب. ما صرت كلب معناته انا صادق. معناته انه كذاب. يلا جاي اساعدك. اسكت تضحكش. هلا بيجي حدا ينقذني. بودي بودي انا صرت قريب منك كثير، ما تحسس الشخص الغريب، خليني ارجع الله. كفو يا ميدو، فكرتك خاين. شو هذا اللي طلع لك؟ اصبعي انجرح. بس يلا عادي، كله في دار المتابعين، حطوا لايكات. خليني افكك. اول واحد اثنين ثلاثه 1 2 3. لا يا ميدو ما رح يقدر ينفك. تعرف ليش؟ ليش؟ لأنه بس بينفك بس بشغلة واحدة، واللي هي إنه يحطوا لايكات. حطوا لايكات إذا بتريدوا، إذا بتريدوا حطوا لايكات. يلا 1 2 بحطوا لايك. حطيتوا. أوكي يلا. خليني أقضي عليه وأنقذ الشباب اللي هنيك قبل ما يحس علينا الشخص الغريب. بدي أنتقم من الشخص الغريب وأساعد جيري وهاكي ووكي. جيري وهاكي ووكي. يلا روح. دقيقة، في عندي سلاحي متواضع. يلا شو هاي؟ سلاحي هاي بطاقة البنك. كفو يا ميدو، بالفلوس بيوقع كل شي، بالمصاري بينحل إلا أنا وأنت. قصتنا ما بتنحل غير باللايكات. حطوا لايكات ولحقوني. حطوا لايكات. أيوة تابودي معي بسرعة. تابودي يلا جاي هايهم. نعم شوفهم. دقيقة هايهم. وينهم؟ شوفهم ميدو كثير بعاد. لك ميدو هايهم وراك. بودي هاي بدنا نساعدهم نطالعهم من المي بسرعة. بسرعة. اوكي انا لازم اخترع شيء كثير سحري. يلا. طلع معي الحبل الطويل والقصير بنفس الوقت. كيف طويل وحبل قصير نفس الوقت؟ يلا خليني انا بدي احط حشرة
قرب شوفني قرب. تحط حجرة عمل لها هي وبتزت الحجرة. واحد ايوة ثلاثة. كيف هيك؟ يلا شدوا يا شباب شدوا. انا شوي وانت شوي. تابودي تساعدني تساعدني. يلا 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 يا ميدو. هاي عم شدك انا. ايوة اوا يا شباب شباب بسرعة. يلا شدوا شدوا انا شدوا. وصلوا ميدو الحمد لله على السلامة. الحمد لله على الحلامة. لك ابو الله يسلم فتلة جدو والله عطمة. انت لك علاقة شي بالسرعة؟ لا ما لي علاقة. انت لك علاقة شي بالسرعة يا جيري؟ والله ما لي علاقة. انتو بتعرفوا وين مكاننا لجنة؟ ايه بنعرف خبرنا شخص انا رح ساعدكم كرمال تساعدوني. يلا امشوا ميدو بسرعة. هذا هو الطريق. متأكد؟ متأكد. مين خبرك؟ هاكي واكي بسرعة. يلا ميدو طاقة غريبة هون. ما بعرف في طاقة غريبة. لازم نحرر رجالنا. لا 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 لا. جرب ادخل قبلي انت. انا ما قدرت ادخل يمكن لان لابس احمر. تعرف ليش؟ ليش؟ شو في طاقة غريبة عم تطلع. لحظة انا عندي الحل. شو الحل؟ يلا ميدو شو حاعمل؟ خليني فكرك عشان بيصير لك أي شيء. يا الله يا الله مرة تانية. يلا لازم أشلح في بادي عشان ما أنزل أشلال. يلا أو لا يلا يلا. سامع صوت جاي من هون يا بودي. يا غبي من هاي الطريق. يلا بعد شوي لورا. وينك يا جنى؟ يا جنى وينك؟ جنى وينك؟ جنى 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 انا عم بصرخ لك. انا عندي فكره. شو بتعرف شو بدي اعمل؟ شو يا مصور وافره اي انا ضربتوني على راسي. بودي انت هون ماشي. شو ضربتوني على راسي؟ انا اسف مو انا هذا. بودي بودي اعتذر. يا الله انا ما قصدي ما قصدي. شو صار معك احكي لنا. وانا جاي احررك. وين الشخص الغريب اللي عندك هيك؟ طب خلينا احررك وتحكي لنا. حررها حررها حررها. ايش في صار؟ ايش في؟ مين سرق له ذهباته للشخص الغريب؟ دقيقة عرفت مين؟ مين؟ خبرني بسرعة. توم الشريف. ومثل ما عملكن انا شفته. كيف شفته؟ من خلال اصبعتي السحرية. هات لشوف اصبعتك السحرية وقفها اشوف. الشخص الغريب وين بيكون مخبي الذهبات تبعيته؟ وين رح يكونوا؟ ليكن لقيتن. لقيت الذهبات. لقيت الذهبات. رح اسرق انه اروح فيهم. يلا لازم اهرب بسرعة قبل ما حدا يشوفني. ما في حدا بالبيت الحمد لله. رح اهرب بسرعة. جنى تعي معي تعي معي. حكيت لكم القصة. هلا انا اقول الشخص الغريب. أنا مو قضيت عليك في البحر؟ لك إذا بترميني بالسما راجع لك. راجع لك أنت وهالحرامية اللي وراك. خطفني وربطني. كلمتين ورد غطوا هون. ذهبات لهم معي ولا لهم معه ولا لهم معه وما لهم مع جيري وما لهم مع هاكي واكي الشرير. سأل بودي صح يا بودي؟ اسمع رح أقول لك الخبرية. ذهباتك مع توم الشرير صح يا ميدو؟ صح صح يا جنى؟ صح. ماني مصدق هالحكي أنا. فل من هون. ها خليني أفرجي عبر إصبعات الذكية. ورجية. ليكن لقيتن. لقيت الذهبات. لقيت الذهبات. رح اسرق انه اروح فيهم. صدقت؟ عن جد انا اسف وبعتذر كتير منكم. خلص مسامحك. الله معك. عراسي عراسي يا ميدو. شكرا لك. يلا باي. بودي انتبه وراها.